هل في أفلام النجم عادل إمام عملها وندم عليها؟ أنا عايز أقول حاجة مهمة أوي في الفيلم أو في النقطة دي. في فيلم الحريف، الفيلم ده سنة 83، فيلم الحريف من الأفلام اللي أنا بشوفها من الأفلام العظيمة جدا للزعيم عادل إمام. والفيلم ده من طبعا كان المفروض يعمله النجم أحمد زكي الله يرحمه. عادل إمام هو متعود إن يبقى له فيلمه ينجح، خاصة في الفترة دي، فترة ما بعد سنة 78 لغاية إلى وقتنا هذا. نجح باكتساح ونجاح مدوي. فاتعاون مع محمد مخرج الكبير محمد خان مع والمؤلف بشير الديك بعد ما استبعدوا النجم أحمد زكي، وقال نجيب عادل إمام. وفعلا عادل إمام الزعيم عادل إمام رحب بالفكرة، فكرة جميلة، وهيتعاون مع مخرج جديد أول مرة يتعاون معه. الفيلم على المستوى الفني هو فيلم عظيم جدا، فيلم عبقري، فارس والشاب اللي بيلعب كورة واللي جواه أحلام وطموحات، وهو طموحات وأحلام بتاعت الشارع المصري كله جواه. فارس لاعب الكورة ده اللي هو عامل في المصنع وبعد كده لاعب في الكورة، وتشوف الجمل أنا هلعب مع الخسران وزمن اللعب انتهى، الحاجات دي شوفي حضرتك الفيلم ده. فالفيلم على قد نجاحه الفني، لكن الفيلم فشل في السينما. فوقتها عادل إمام ندم طبعا على التجربة دي، لأن عادل إمام ما كانش عنده وقت إن الفيلم يفشل. أفلامه ناجحة كانت بتنجح بنجاح أعلى كبير. إيرادات وأصبح أغلى نجم وأعلى إيرادات، فيلم يفشل منه جماهيريا في تلك الفترة دي كبيرة قوي وبتبقى تقيلة جدا على نجم الجماهير. فطبعا ندم على الفيلم ده، لكن مع مرور الوقت تم إعادة اكتشاف الفيلم ده من الأجيال الجديدة. وده أنا أحب أقوله قوي يا أستاذ السمر، إن الأجيال الجديدة اللي بتتفرج على السينما أعادوا اكتشاف فيلم الحريف، أعادوا اكتشاف الفيلم الجوهرة كما لو كان جوهرة أعيد اكتشافها من جديد. فيلم الجمل، الحوار، السيناريو، كل حاجة ليها معنى، المشاهد، الإخراج. وده فيلم من الأفلام العظيمة جدا طبعا. وكنا نتمنى ان عادل امام يتعاون مع محمد خان في اكتر من تجربه. موسيقار كمان كان هاني شنوده مشارك فيه. ايوه تمام. ايوه كل حاجه في الفيلم كانت بجد يعني من مظبوطة. الافلام العظيمه جدا طبعا. اللي لا يمكن الواحد ده ينساها.